بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. هلأ اليوم بالفيديو راح أبلش بالفيديوهات الخاصة بكيفية تعبئة الطلب الخاص بالكيندر جلد. طبعا الطلب الكيندر جلد هو عبارة عن طلبين، هو عبارة عن شقين: الطلب الرئيسي، الأنطباق الرئيسي، تعبئة المعلومات الشخصية الخاصة بالمقدم، بالإضافة لأنلاقى أنطباق إنه تعبي معلومات لكل طفل. هلأ بالفيديو اليوم راح أشرح فقط الأنطباق الرئيسي للكندر جلد. هلأ اللي رح يكون على الشكل التالي، هو عبارة عن 4 صفحات. هلأ نبلش بالطلب اسمه أنغاك أو في كندر جلد. هلأ بالأعلى هون على اليسار عم يطلب منك تحط كندر جلد، يعني رقمك بالكندر جلد. بس انت اذا كنت عم تعبي طلبك لأول مرة اكيد ما رح تحتاج تعبي هون الرقم، رح تتركه فاضي لأنك بكل بساطة عم تقدم الطلب لأول مرة. ها نجي ننزل لتحت، بنزول هو عم يطلب منك تقدم الرقم الضريبي لمقدم الطلب. يعني على سبيل المثال الأب هو اللي كان عم يقدم الطلب، فالمفروض يدخل الرقم الضريبي الخاص بالأب أو الأم نفس الشيء. ها نجي لهون، هون دخل الرقم الهاتف الخاص عشان التواصل معك. ها نجي لهون الخيار رقم 4، عم يطلب منك معلومات ومعطيات عن مقدم الطلب. هون دخل الاسم الاول لمقدم الطلب، هون اللقب، هون الاسم الاول، هون الكنية، هون عم يطلب منك هون اسم الولاد، اكيد هي بامكانك تتركها ما في داعي تحطها. هون جيبوز ذاتهم يعني تاريخ الميلاد، هون مكان الميلاد، هون الجنس، شو جنس مقدم الطلب، هون تحط الجنسية الخاص بمقدم الطلب. هلا هون عم يطلب منك تدخل العنوان الخاص بمقدم الطلب، اسم الشارع، البوست، لا تتسال، رقم البيت، المدينة. هنيجي لهون للفاميليا شتاند، يعني الوضع العائلي. هون اذا كنت اعزب، اذا كنت فرضا هون متزوج، ارمل، منفصل، مطلق. طبعا تحط الشيء اللي بناسبك، تحط هون اذا كانت عندك لهي الحالات فرضا متزوج او مطلق، تحط انه انت متزوج او مطلق منذ، تحط التاريخ. هنيجي للخيار رقم 2، عم يطلب منك المعلومات الخاصة بالشريك الخاصة بمقدم طلب، يعني بزوجتك فرضا اذا الشخص اللي عم يقدم الطلب هو رجل، راح يحط المعلومات الخاصة بشريكته يعني زوجته. هون تحط اسم الاول للشريك، هون الكنية للشريك، تحط هون الاسم الاول للشريك، هون مثل اللقب، الكبوست، داتوم الميلاد تبع الشريك، هون الجنسية، هون تحط اسم الشريك. عندي الولد هي اكيد بامكانك تتركها فاضيه ما في داعي تحطها. هون عم يطلب منك تدخل العنوان الخاصه بالشريك، اذا كان الشريك الخاص فينك عم يسكن بعنوان غير العنوان الخاصه بمقدم الطلب، هون المفروض تحط عنوان الشريك. هنجي للخيار رقم 3، الخيار رقم 3 عم يطلب منك تدخل المعلومات الخاصه بالمعلومات الماليه للدفع، هون الايبان اكيد موجود على الكرت، الرمز البي اي سي كمان على الكرت، البنك يعني هون اسم البنك، بأي بنك انت موجود، الكارت الخاص فينك تابع لأي بنك. هون عم يطلب منك انه كنت انهابه، يعني مالك الحساب يعني اللي كتبته فوق، مالك الحساب هو نفسه مقدم الطلب، يعني نفسه الشخص اللي كتب بياناته برقم واحد، او اذا كان مقدم الطلب رقم الحساب اللي انت دخلته لا يعود لشخص غير مقدم الطلب. هون اذا كان رقم الحساب نفسه لمقدم الطلب راح تختار الخيار الاول، اذا كان الحساب البنكي اللي دخلته لشخص غير مقدم الطلب تحط هون اشاره اكس، كمان تحط هون اشاره اكس، وتحط هون اسم الشخص. هنجي للخيار رقم 4، هون اذا كانت بدك البيشايد او القرار الخاصة بالفون جيلد يصل لشخص، هون نجي للخيار رقم 4، اذا كان بدك تبعث البيشايد او القرار الخاص بالفون جيلد ما ينبعث لك لمقدم الطلب، ينبعث لشخص ثاني على سبيل المثال فرضا للزوجة او فرضا للمحامي او لمشرف خاص بالطفل. طبعا هون راح تحط اسم الشخص اللي بدك يرسل القرار لعنده، او اسم الاول، اسم الثاني، وهون عنوان رقم البريدي، البيانات، المعلومات اللي بدك تدخلها للشخص اللي بده ينبعث له البيشاد. اما بالنسبه لك اذا كان بدك نفس ان شخصك بدك اكيد البيشاد يجي لعندك، ما في داعي تحط رقم 4 بالمره. هنيجي للخيار رقم 5، هون عم يطلب منك تدخل المعلومات الخاصه بالاطفال،
طبعا هو عم يطلب منك تدخل المعلومات الخاصة بالأطفال اللي عم ياخدوا كندر كيلد من قبل. يعني فرضا بحالتي أنه على سبيل المثال عم تقدم لأول مرة، وأنت ما عندك حاليا أي طفل عم ياخد أي شيء من الكندر جيلد، عم تقدم طلب لأول مرة، هون بإمكانك ترك هاي الفراغات فاضية، لأنه كل بساطة رح تعبي البيانات الخاصة بالطفل بالأنلاج كنت. أما بالنسبة لك إذا كنت عندك أطفال من قبل وعم ياخدوا مساعدات من الكندر جيلد، المفروض تعبي هون البيانات الخاصة بالأطفال، الاسم الأول مع الاسم العائلي للطفل، تاريخ الميلاد، الجنس، هون اسم المدينة اللي عم ياخد منها الكندر جيلد، وبن كمان رقم الكندر جيلد، رقمك بالكندر جيلد. أكيد رح تدخل هاي الشيء بالنسبة لكل طفل موجود عندك عم ياخد مساعدات من الكندر جيلد من قبل. هنجي للخيار رقم 6، بإمكانك تتركه فاضي. تيجي لهون عم يطلب منك، هون عم يخبرك انه انت بتأكد انه انت عم تقسم انه جميع البيانات والمعلومات اللي دخلتها عم تكون صحيحة. هو عم يطلب منك هون تدخل التاريخ الخاص بتاريخ تقديم الطلب، وهون عم يطلب منك انه التوقيع الخاص بمقدم الطلب او الشخص المشرف عليه، هون رح تحط التوقيع. هون عم يخبروك انه انت فهمان انه لمقدم الطلب رح يصل لأولو المصاري. هون عم يطلب منك توقيع للشريك الموجود عندك، سواء كانت زوجة إذا كان مقدم الطلب هو الرجل أو العكس. هون مثل ما حكيت تقدم هون توقيع لمقدم الطلب، هون توقيع للزوجة الخاصة أو الشريك الخاص بمقدم الطلب. هاي جل الخيار هذا بتركه فاضي، لأنه مو شغلتك تعبيه، رح يعبيه القسم المختص بالفاميليا كازا. هون رح تكون معلومات العامة الخاصة بقريب بالطلب، وعم يطلب منك تقدم طلب اسمه انلاج كيند لكل طفل موجود عندك، وتبعته مع المرفق الرئيسي الخاص بالكيندر جيلد. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فينا نعبي الطلب الخاص، الطلب الأساسي الرئيسي الخاص بالكيندر جيلد. طبعا هلا رح اكتفي بكيفية تعبئة الطلب الرئيسي، وبالفيديو القادم راح ان شاء الله تعالى راح اعمل كيفيه تعبئه الانلاج كيند المرفق الخاص بالطفل الخاص بالكندر جيلد. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.